مطورين شركة ايبك جيمز وفورتنايت رجعوا من اجازتهم الحمد لله على السلامة. طبعا لحنا وقاعدين بجفاف بالنسبة لمحتوى فورتنايت وما عنا اي شيء نحكيه ونسربه، ولكن ان شاء الله هلا اول ما رجعوا من الاجازة طبعا مطورين شركة ايبك جيمز نزلوا لنا الباتش او الشغلات اللي قادمة معنا بالتحديث 15.21 يلي ان شاء الله رح يجي معنا خلال الاسبوع القادم، واهمها رح يكون معنا سكين ذا جريف جي اللي ظاهر امامكم اللي رح ينزل له سكين بالنسبة للسلسلة الرابعة لسكنات المشاهير. رح نحكي عن بعض الاشياء اللي هي من التحديات السرية اللي رح تكون معنا بالاسبوع القادم اللي هي موجودة بقائمة البطل باس. فلا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وكود دعم بالاتم شوب لمدة ساعة، ولا تنسوا تشيروا المقطع مع اصدقائكم لو عجبكم، ويلا مع بعض فلو على سكان الطابة الارضية وفيديو جديد. لو انت حابب تكون من هدول الاشخاص اللي عم ياخذوا الجيفتات على البث المباشر امام كل الناس، فكل عليك انك انت تنزل برنامج الشريط اللي ظاهر امامكم. الموضوع بسيط كتير، لو انت جهازك اندرويد او عندك محاكي اندرويد على البي سي، كل عليك انك انت تنزل برنامج الشريط تبع نقل البيانات. صار في موضوع جديد انه هو صار عم يعمل لايف وكل الناس عم تعمل عليه لايفات، وانا بعض انضمامي لفريق سبيكترام موجود انا هنيك دائما عم بعمل بث مباشر على الفيسبوك وعم بعمل بث مباشر على الشريط بنفس الوقت. فلو حابب تشارك بهذا الموضوع كل عليك انك انت تنزل برنامج الشريط، بعد منها بتدخل على الكاميرا الموجودة على اليمين او على الشمال حسب لغة موبايلك وبتدوس عليها وبتلاقيني انا بس مباشر يوميا الساعة 10 بتوقيت مصر والساعة 11 بتوقيت السعودية. هذا الموضوع انا عم بعمله لمشتركين الشرط، اي حدا عم يفوت لعندي من طريق اليوتيوب ويكتب لي انا من اليوتيوب عم ببعث له جيفت مباشرة مثل مظهر امامكم. اي شخص عم يجيني على الشرط ويقول لي انا من اليوتيوب ويشارك معي ويعمل لي فولو واللايكات ويتفاعل على الستريم انا اللي عم ببعث له جيفت مباشرة. فلا تنسى انك انت تنزل هذا البرنامج على الاندرويد من المتجر او من على جالكسي من على المتجر كمان او على محاكي البي سي، ولكن هو للاسف مو موجود لاجهزه الايفون. فلو حابب انت تكون من احد هدول الاشخاص مثل ما قلت لكم، خلينا ننتقل للخبر الاول اللي معنا بالنسبه لفورتنايت. الخبر الاول اللي حيكون معنا عن تحديث 15.21. التحديث هذا ان شاء الله قادم معنا خلال الاسبوع القادم، يعني ممكن في فترة يوم 10/1/2021. هذا التحديث ان شاء الله رح يجي بهالفترة لانه من خلاله ربطناه مع التسريب الخاص بالسكن تبع ذا جريفت اللي حكى عليه هذا الستريمر. ان شاء الله هذا التحديث رح يكون معنا متوافر يوم 10 ان شاء الله، مو اكيد ممكن 11 ممكن 12 ممكن يتراوح من يوم ليومين، وانا بنزلكم مقطع تاني بقلكم امتى وقت التحديث بالضبط. هذا التحديث رح يشمل بعض الاصلاحات باللعبة، اهم اصلاح معنا رح يكون معنا اللي هو الذهب. هذا الذهب يا شباب انتم كل فترة بتفوتوا على الجيم بتلاقوا معكم زيرو ذهب، يعني انا مرة كنت مفلل ذهب ومعي 10000 ذهب بالجيم، فتت جيم سولو قام لقيت معي الذهب زيرو، يعني ما معي ولا اي ذهب. فهذا الموضوع عم يصير عند بعض الناس وعم يصير جليتش انه ما عم يظهر لك الذهب عندك، فان شاء الله بهذا التحديث رح ينحل هذا الموضوع. والشيء الثاني اللي هو اللي رح نحكي عنه اللي هو موضوع البوينت. لما انت تعمل بوينت على اي شخص من خلال البوت او من عن خلال لوحات المطلوب تعمل البوينت انت بعد منها البوينت، بعد ما تقتله ما بيروح من عندك بضل موجود البوينت. هذا الشيء عم يضل معنا مقلتش وعم يصير بعض المشاكل بعد ما تقتل البوينت تبعك او المطلوب بعد ما تاخذ المهمه، وهلا رح يحلوا هذا الموضوع بالتحديث القادم. واهم شيء معنا اللي هو رح يكون ان شاء الله باللوبي، عم يصير بعض المشاكل عند الاشخاص بمنطقه اللوبي وعم يظهر السكن عندهم اللي ظاهر امامكم باللوبي غير شكل وبالجيم غير شكل، فان شاء الله رح يحلوا هذا الموضوع بالتحديث القادم. التحديث مثل ما قلت لكم يمكن يجي يوم 10/1 وممكن يجي من 11/12، يعني مو متاكد امتى. بالنسبه للموضوع اللي احنا ربطناه بالنسبه للتسريب تبع يوم التحديث وللسكين، هذا اليوتيوبر ظاهر امامكم طلع على الستريم تبعه وصار يحكي انه انا السكين تبعي قادم للعبه فورتنايت، يعني خلص اكد الموضوع وان شاء الله رح يكون معنا هو الشخص الرابع من سلسله المشاهير بعد لاكلين وبعد ليزر فروت وبعد نينجا. رح يكون هذا الشخص الرابع ان شاء الله بالنسبه للسكين تبعه رح ينزل يوم 10 مثل ما حكى هو بتمه على الستريم. مثل ما ظهر امامكم هذا اول مقطع هو عم يحكي على الستريم، رح ورجيكم اياه وارجع لكم. Jamás dejaré el Fortnite y más ahora que está a puntito de salir la skin. Además, esta semana se viene algo muy gordo. Así que no os preocupéis. هو طبعا عم يحكي اسباني ومعظم الناس ما حتفهم شو عم يقول، ولكن انا ترجمت لكم يا قدر المستطاع. ومعنى كلامه عم يحكي انه هو السكن تبعه ان شاء الله رح يجي يوم 10/1، يعني يوم 10 بهذا الشهر. فتوقع بهذا التحديث ان شاء الله رح ينزل معنا السكن تبع هذا اليوتيوبر وبشكل مؤكد، لانه هو خلص حكى عن هذا الموضوع وقال انه خلص رح ينزل هذا السكن. فشو رايك بهذا السكن تبعه؟ هل ممكن يجي حلو ومتحمس له مثلي ولا رح يجي مو حلو زياده؟ انا الصراحه شفت انه سكن ليزر فروت ولاكلين احلى سكن نزلوا معنا بالنسبه لصناع المحتوى، ولكن سكن نينجا مو هالسكن الزايد يعني. فنشوف المستوى الرابع بالنسبه للسكن والسكن الرابع من هاي السلسله. واخر خبر معنا رح نحكي عن التحديات السريه. التحديات السريه ان شاء الله رح تنزل معنا خلال التحديث القادم.
هدول التحديات السرية موجودين بقائمة البتل باس. هدول التحديات ما حدا بيعرف أي شيء عنهم. هدول التحديات رح يعطوك أغراض الخاصة بالسكن السري. طبعا احنا متعودين أيام الشابتر القديم إنه يكون معنا سكن سري، ومثل كل مرة بنعرف إنه السكن السري ما بيعطيك شو هو السكن، ولكن خلال الشابتر التالي من السيزون الأول للسيزون الرابع صار يظهر معنا السكن السري مثل سكن ديدبول، وصاروا يحكوا عليه ويرجوك إياه من بداية اللعبة. ولكن للسيزون 5 غيروا الموضوع، رجعوا أيام الشابتر الأول وصاروا يخفوا السكن المخفي. السكن المخفي إن شاء الله رح يكون فيه عدة جوائز، رح يكون معنا إن شاء الله 11 جائزة بالنسبة للسكن السري، مو فقط سكن، رح يجي معنا 11 جائزة. رح يجي معنا إن شاء الله إيموت، وبعد منه رح يجي معنا بيكاكس، وبعد منه رح يجي معه سبري، وبعد منه لودينج سكرين، وطبعا رح يجي معنا سكن، ومع السكن رح يجي فيه رقصة مدمجة. هدول هن كل التحديات اللي حتكون موجودة معنا والهدايا الموجودة معنا. وطبعا آخر شيء رح يكون معنا باك بلينج، يعني رح يجي معنا سكن كامل عبارة عن سكن ورقصة مدمجة فيه مثل السكنات الكل اللي بيجي معه رقصات مدمجة، ورح يجي معه بيكاكس، ورح يجي معه باك بلينج وسبري ولودينج سكرين، يعني رح يجي معه السكن كل شيء كامل. ولحد هلا ما حدا بيعرف شو هو السكن السري. في بعض الناس صارت تحكي على اليوتيوب انه رح يكون السكن السري اللي هو عبارة عن العميل ستيف، وفي ناس صارت تحكي عن تكون عن زوجة مايدس، ولكن هذا الموضوع لحد هلا ما حدا بيعرفه. وكل الكلام اللي انتم شفتوه على اليوتيوب بالنسبة للسكن المسرب عن السكن السري كلياته انهبد بهبد وما حدا بيعرف اي شيء. فهي بالنسبة للمقطع تبعنا اليوم، بتمنى يكون عجبك، ولا تنسى انك انت تفوت على الشريط وتشارك بهذا الموضوع لتكون انت من احد الرابحين بالنسبة للجفتات الموزعة على اللايف مباشرة. هدول الجفتات كلياتها مدعومة من قبل برنامج الشريط، فانت لو حابب تفوت على الشريط بتنورني وبتجي بتاخد جفتك مباشرة وبتعمل لي فولو وكل هالقصص. هي كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.